إنجاز ووضع حيز الخدمة ل 13 محاول كهربائي جديد للتوزيع العمومي، حيث يقدر طول الشبكة الجديدة التي تم إنجازها بما يقدر حوالي 49 كيلومتر. تم إنجاز أيضا 13 منطلق كهربائي ذي التوتر المنخفض بطول شبكة تقارب 6.25 كيلومتر. أيضا في ذات السياق تم خلق 3 منطلقات للشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط، وذلك لتغذية بلديات دائرة عين مخلوف.